وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من النيابة العامة سيد معاذ الحقيل وكيل النيابة. سيد معاذ، بداية نرحب بك ونود الحديث أكثر عن دور النيابة العامة في إنجاح مبادرة رعاية. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوة الجنائية كان الأجدر بها أن تبادر لإجراء دراسات شاملة لأسباب وقوع الجرائم وتمارس دورها الفعال في المجتمع، بحيث أنها ما تكتفي بدورها القضائي في رفع الدعوة الجنائية ومباشرتها، بل تجابه تكرارها سواء كانت من ذات الأشخاص أو حتى من غيرهم، ويكون ذلك باستخلاص الأسباب اللي خلتهم يرتكبون الجريمة ويكونون ضحايا فيها، سواء كانت هذه الأسباب اجتماعية أو نفسية أو حتى مادية، وتحديد سبل الانتصاف اللازمة وأوجه الرعاية والحماية اللاحقة لارتكابهم الجريمة أو في حالة كانوا ضحايا فيها، بهدف المساهمة الفعالة في الوصول لأسمى صور العدالة وهي العدالة الاجتماعية اللي احنا نبحث عنها. ومن هالمنطلق أتت مبادرة النيابة العامة بالتعاون مع الشركاء الأساسيين والداعمين من مختلف الجهات الحكومية والدولية من خلال مساهمتهم في البرامج الإرشادية والتوعوية في مجال رعاية الطفل والمرأة والأسرة وفق مبادئ هذه الجهات واستراتيجيتها، وتكون من خلال التوصيات اللي ترفعها النيابة العامة كونها هي القريبة والقائمة على هذه الوقائع وتكون مطلعة عليها بشكل دقيق، فتقوم برصد الاحتياجات والمشكلات اللي دفعتهم لارتكاب الجريمة أو اللي خلتهم في حالات التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف اللي نص عليه القانون اللي يقع ضحيتها الطفل أو المرأة أو الأسرة، وبذلك تكون معززة للخدمات اللي تقترحها عشان تلبي الاحتياجات له. نعم، إذن من النيابة العامة سيد معاذ الحقيل وكيل النيابة، شكرا جزيلا لك.